الأم المفروض تكون أوعى من ذلك بكتير. إنه عندكم أمريكان حاطين أولادهم عندكم yeah. وعندهم هي الثقة حتى لما أنت مسلمة وحاطة حجاب. بالضبط. They don't care about the way I look. They care about my service. The service. في عنا أولاد ببلش يكون عمرهم 6 أسابيع. في فرق بين إنك تندمج بالمجتمع في إنك تدوب في توتال. لون بنيتوا هي الثقة مع الناس أو مع الأمريكان؟ It takes time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينة ديربورن، ولاية ميشيغان، المدينة اللي فيها أكثر جالية عربية في أمريكا، بنقلكم اليوم يا هلا. جايين اليوم على دريمي تشيلدرن سنتر، مدرسة تحضيرية تستقبل الطلاب من عمر 6 أسابيع إلى 5 سنوات. بدايته كانت من سيدة بلشت من بيتها، ربت منزل عم تربي أولادها، فكرت إنها تعمل مركز للحضانة ورعاية الأطفال ما قبل المدرسة. بسم الله ما شاء الله، اليوم صار عندهم 5 فروع وبيخدموا أكثر من 1000 عائلة. تعالوا نتعرف عليهم ونعطيكم القصة تبعهم من الألف إلى الياء من مدينة ديربورن. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. يعافيك. عارفين خلصتي؟ أنا رامي الحسيني، أنا وأهلي صاحبين مدارس دريمي تشيلدرن سنتر. سمعنا عنكم كثير، جايين هيك ناخذ فكرة وجولة عنكم بسيطة. نبلش؟ تفضل. يلا بسم الله، تعالوا نشوف الترتيب. اسمي سوسن الايوبي، الاونر تبع دريمي دي كير تبع التشيلدرن سنتر. هلا انا بلشت من سنه 2000، بلشنا بهوم دي كير، يعني كنت بقلب البيت، اضطريت انه افتح بقلب البيت، لقيتها احسن شغله لي بما اني عندي اولاد صغار وانا ما بدي اطلع واتركهم. بنفس الوقت حبيت انه اعطي هالفرصه لبقيه الامهات انه يامنوا انه اولادهم خلال شغلهم حدا مهتم فيهم مثلهم، لأنه كانوا دائماً عندهم هالمشكلة وجايين جديد لمجتمع جديد، خايفين أنه شلون المجتمع بده يتعامل مع أولادهم وهنين جايين من بيئة totally different. بلش مع أصغر أولاد عندنا اللي هن البيبيز. من صدحنا yes, babies. منستقبل as young as 6 weeks, so newborns. هذا الصف لحتى عمر السنة أو سنة ونص، يعني بس ليبلشوا يمشوا ويكبروا بينتقلوا على الصف اللي بعد اللي هو toddler class. كل عمر له يعني نوعية معينة من التعامل. وقت بيكون بيبي بدك تحافظ أول شيء على السيفتي تبع الولد، لأنه هو ما عم يتدخل بشيء، هو مجرد عم يأكل ويرضع وينام. لا تفكر الولد بعمر البيبي وقت بيكون مخه ما عم يشتغل، يعني بدك تقرأ قدامه، بدك تعامله، بدك تحكي معه. أوكي، سو هون عنا التادلر كلاس. تادلر كلاس. تادلر. قديش عمرهم هدول؟ سنة ونص لسنتين ونص تقريباً. ما شاء الله. Is it book time? Yay! Wow! طبعاً الشغلات اللي بدك تتعامل فيها مع الأولاد، الألعاب كلها هي مدروسة. طبعاً في بروجرام أثناء النهار، مو بيبي سيتينج، هو داي كير. طبعاً بالبداية كنت أنا أشتغل لحالي، هالشي كتير ساعدني إنه أولادي بناتي إنه طلعوا مسؤولين، بس يوصلوا على البيت من المدرسة يحاولوا يساعدوني، تعلموا إنه في شغل، تزموا بنظام معين. بأي سنة هذا الحكي كان؟ يعني بين 2000 والألفين وخمسة. بناتك اللي كانوا معك من الأول هن عم يديروا هدول الأفرع؟ كل فرع استلمته بنت من بناتي. ما شاء الله. هي الارنيه الخارجيه لالعاب الاطفال. يب، البلاي جراوند، الاوت دور بلاي جراوند. البلاي جراوند لما يكون معناتها بالشتاء عاده بتفوتوا لجوا للصاله الداخليه. بنحاول نستخدم هون حتى بالشتويه unless below zero. اوكي، هون عندنا الاندور جيم. ما شاء الله. هون بيركضوا بيلعبوا بيطلعوا الطاقه تبعهم، يعني كل شغله هن بيعملوها ب all parts of the day، دائما عم يتعلموا شغله. They work on their gross motor skills، هي شغله يعني بالمسلز تبعهم اللي هو الركض، النط، رمي الطابه. بيتعربوا على شغلات، هدول شغلات كتير مهمة للأولاد. I know sometimes نحن كعرب especially بنحب الولد يكون قاعد وهادي ورايق، مع انه بالعكس لازم هو يقوم، مع انه هدول الشغلات هو لازم يس بالضبط دائما يكون عم يعملها، ودائما يكون عنده الopportunities لحتى يعمل هدول الشغلات. المفروض يشغل عضلاته، عضلات مخه، عضلات ايديه، عضلات اجري، والا ما بيكبر ما بينمو. هذا النمو كان عندنا مفهومه totally opposite.
ببلادنا تعود تكتف لازم ما تحكي شاطر ما ايوه مين ما بيحكي ما تحكي ما تسأل أيوة. مع العلم الولد اللي بيكون عنده أسئلة معناته مخه شغال صح عم يسأل مشان يزيد معلوماته هذا إنسان يعني طفل واعي ممكن يأثر على المجتمع فيما بعد لازم نحن ننمي له يا لا فضولي هالولد كتير غلبة يعني كل هالشغلات عنا كانت إلى مسميات خاطئة صار مشان هيك sometimes الأولاد وقت ببلشوا بالمدرسة هون الأهل كتير بيشوفوا فرق بالبيت إنه واو هلأ صار عن جد بالبيت عنده يعني وقت ليقعد مع أهله لأنه هو بالمدرسة طلع كل هدول الشغلات أعتقد يعني بالنسبة للأهالي إنه نحن كأهالي أو آباء اللي عنده أولاد أو أمهات والله لازم نأخذ كورسد yes. بكيفية الواحد إنه yeah. هو yeah. يربي أولاده ويتعرف على الطفل إنه بعمر سنتين هذا الشيء طبيعي هذا yeah. الشيء طبيعي هذا الشيء yeah. طبيعي هلأ عنا الـ GSRP program ألو اللي هي free pre-K من an estate for four year olds so كل الأولاد we're enrolling بكل locations لهنا program so أي أولاد عمرهم 4 سنين بيدخلوا على هالبروجرام for free for free هون في ميشيغان yes. yes طيب يلا تفضل نشوف يلا جو لا ما شاء الله انتم كم فصل او صف عندكم؟ سو بهي اللوكيشن عندنا 12 صف ما شاء الله بتبلشوا من اعمار تيلي البيبيز مثلا من سنه ونص لسنتين ونص؟ لا البيبيز 6 شهور اقل من 6 شهور في عندنا اولاد ببلشوا يكون عمرهم 6 اسابيع حتى ما شاء الله يكونوا الاهل مضطرين يرجعوا على الشغل سو لازم يتركوا البيبي سو الحمد لله انهم بيأمنوا فينا انه عندكم امريكان حاطين اولادهم عندكم يا. وعندهم هي الثقة حتى لما أنت مسلمة وحاطة حجاب بالضبط they don't care about the way I look they care about my service the service so they feel safe they've been for us for a long period of time and they know what we're شلون بنيتوا هي الثقة مع الناس أو مع الأمريكان it takes time during the summer وقت المدارس بتكون معطلة كمان بنعملون summer camp نعملون field trips نعمل swimming every week عن the martial arts teacher عاد بيجي كل أسبوع بيعلمون يعني بيعمل دروس مارشال آرتس لشتغل طول السنة ما شاء الله تبارك الله هيا نفوت على هذا الصف نشوف الترتيب أوكي سو هون كمان free pre-K GSRP program أنا شايف كل الغرفة إلها تصميم مختلف عن الآخر لا إلها تصميم مختلف بس it all follows يعني same pattern yeah so في guidelines sometimes أهالي بيشوفوا الأولاد عم يلعبوا فكرون it's just playtime بس خاصة بهالبروغرام كل شيء تعليمي so حتى تقسيم الصف تعليمي So if you have the house area, diamond jump the block area. So those things they go together. Even to you, to an adult, it doesn't make sense. Yeah. But when the children are playing, diamond they bring from home, they bring to home, they go together. Diamond the book area will be in the room. لحالة. كمان بكل صف في computer عشان يتعود على هدول الشغلات. Now the children they know about computers أكثر منا. Yeah. وفي diamond كمان شغلة عايشة مثل سمكة أو شجرة أو شيء هيك يعتنوا فيه لأنه هذا كمان it's very important للأولاد طيب هل بالفعل أنه شخصية الولد بتنبنى من أول 7 سنين؟ لا من أول 6 سنين 3 سنين فيك تغرس كل شيء بدك إياه للولد العادات بعد 3 سنين بس كل شيء أفكار وكل شيء ثقة بالنفس وتعليم أول 6 سنين هيدا 3 سنين اللي هو بيكون لسه ما بيعرف مثلا اللي عم نعامله ما له فهمان شيء اعمل شو ما بدك ما له فهمان عليه هو اول 3 سنين كمان هون شغله مهمه بالكلاس روم اللي هي الارت اريا والسنسوري اريا فهدول دائما يعني المسي ثينج اللي الاهل ما بيحبوا كثير الاولاد يعملوها بالبيت بيجوا بيعملوها هون سو هون في بيعبوها ديفرنت ثينجز سو اذا انتبهت بباقي الصفوف كانوا حاطين ورق فيها وبيعبوها مي بيعبوها رمل هون رمل يس Hi, how are you? Good. What's your name? Noor. How old are you, Noor? 4 years old. Yeah, I'm gonna have. You're 5 years old? Masha, what's your name? Today's my birthday. Today's your birthday? Today's your birthday? Ah. You know, yeah. Thank you. I like, we're very diverse. We have different backgrounds. It's not like you walk into a class and you see different people, different kids from different backgrounds, different languages. A lot of our kids, they come with 0 English. They either speak their first language, Spanish, Chinese, Chaldean, Arabic, and they learn. حديثي اللي عم بحكيها بالنسبة للأسر عن خبرة مرق على رأسي يعني لا يقل عن
شو بدي اقول لك 10,000 اسره بكافه الجنسيات اللي ممكن تتخيلها، المكسيكي العربي كلهم نفس الشيء. فهنا بلشوا باول السنه sometimes ما بيعرفوا يكمشوا الالم، so what يوصلوا almost to the end of the year you have letters here. عنا هنا عمرهم 4 سنين لسه ما بلشوا بالكينرغاردن، سو عن جد هاي البروجرام كثير مهمه لانه عن جد بيحضر الولد مو بس تعليما بس كمان نفسيته، يترك اهله يترك بيته يروح على المدرسه يعرف يلعب مع اولاد يقعد مع الانسه following directions. هذول الشغلات كثير sometimes الاهالي they forget about it، بيقعدوا مع الولد بيعلموه maybe the letters numbers shapes colors which is fine those things are important، بس الاهم هو الانتراكشن مع الان مع الاولاد مع باقي الاولاد to know how to share all of these things the parents sometimes they forget about it. الحقيقه الام صار لازم تكون اوعى بهالوقت بالذات اللي نحن عم نواكب فيه هالتكنولوجي الكثيره، الام المفروض تكون اوعى من ذلك بكثير. فانا بنصح يعملوا دورات توعيه بس للام. التيتشرز وقت بيجوا او وقت بيجوا بيعبوا على شغل بيقولوا لنا انه انا بدي اشتغل هون، انا شغاله مع اولاد من قبل بالبيت مع اولادي، بس هذا الشيء it's not enough. We have our staff is qualified trained. Ms. Badr actually she just finished her bachelor's degree. ما شاء الله. So a lot of times they think it's just daycare. نحن عم نشوفهم هن عم يلعبوا، الانسه هي ناني. But she's not, she's a professional. Exactly. في كثير شغلات هن بيتدربوا عليها يمكن الاهالي ما يخسر لهم. سو هلا الاولاد عم يحضروا لللانش. حلو. سو بدي فرجيكم هن شو عم ياكلوا. تفضل. Who likes rice and soup? Raise your hand. Ooh, so yummy. Rice and soup. هلا صاروا الاولاد عنا كلهم بياكلوا طبخ. حلو. لدرجه الاهل وقت نحن بنكون معطلين او حتى وقت اولادهم بيتركوا المدرسه بيتصلوا فينا بيجوا بياخذوا لانش. ما شاء الله. لانه الاولاد بيحبوا هذا الاكل اكثر من الاكل اللي هن عم ياكلوا بالبيت. طبخ شو قصدك بالطبخ يعني؟ شو بتطبخ؟ سو هلا اليوم عنا رز ومعه دجاج بطاطا ومرقة. ما شاء الله، يعني فخذة دجاج مثل فخذة دجاج. يس. ما شاء الله. هن الاولاد عن جد حتى الامريكان اللي بيعملوا مالهم عرب، يس، عم يقولوا لك سوب اند رايس، انه هذا هو الطبخ اللي صاروا متعودين عليه. حلو ما شاء الله. Are you ready to eat؟ ومع كل وجبة أكيد بنحط فواكه وحليب. سو نحن هي الميلز كلها اللي بنعطيها للأولاد دائما صحية، ما في شيء مقلي، ما في فاست فود، ما بنعطيهم حتى سيريال اللي فيه كتير سكر، كله أكل صحي. شو الحلم تبعك؟ هو دريمي، هذا حلمي. أنا حطيت دريم. حلو. دريم هي الحلم. حلو. ومزجتها كأنه عربي اللي هي حلمي. حلو. فهلا بالانجليزي كمان طلعت دريمي هي احلام اليقظه، فحلمي انه نحن كمجتمع عربي هون بالغربه نحافظ على تقاليدنا وعاداتنا، كل الجاليات الايطاليه الالمانيه بتحافظ على تراثها وعاداتها وتقاليدها ودينها، هذا مو شيء غلط. في فرق بين انك تندمج بالمجتمع في انك تدوب في توتالي. فكل شيء من تراثنا لازم نحافظ عليه، إن كنت أنا سورية ولا أردنية ولا سودانية، أنا عم حاول فهم الأهالي إنه أنتوا ما تركتوا وطنكم، دائماً وطنكم هو داخل بيتكم. هاي الله أكبر. أكبر فكرة ممكن تساعد الأهل إنه تكسر حدود الغربة. يا جماعة الخير، كنا معكم هون اليوم من ميشيغان ديربورن وفروعهم بسم الله ما شاء الله، دريمي تشيلدرن سنتر بسم الله ما شاء الله، سيدات أمهات فهمانين التربية والترتيب، الله يجزيكم الخير وموفقين. شكرا جزيلا. آخر شيء بهالجولة الجميلة اللي عملناها شو بنقول؟ يا هلا يا هلا. السلام عليكم.